يا السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. لا فيديو ديال اليوم ان شاء الله، يلا خرجنا من الخدمه دابا جبنا الدوره. المهم كما شفتوا وقت الفطور هذا 7:13 دقيقه دابا، يلا فطرت شويه في الخدمه وكنخرج نمشي نكمل الفطور في الدار. واحد الخبر زوين ان نفق الموحد ديال تحل بالنسبه للمطار الكبار، يعني اي موتور بيرمي دخل به النفق الموحدين. وكما كتشوفوا الطريق خاويه، هذا يقدر يكون هذا كيوري طريق خاويه بالبيان. غنوريكم كازا في وقت الفطور كيفاش كتكون. المهم انك تي اول مره كتشوف هاد لاشين هادي، ما تنساش تخلي تماك سبسكرايب لايك شي كومنت معاك كيف ما كتشوفوا الاشباح. اللي خارج دابا غالبا يا اما خدام يا اما ما صايمش بحال هادوك، كور هما كور غاديين دابا. المهم الاخوان، كنت بغيت نسولكم على واحد البلان. البارح كنت جاي، واحد الدري مسكين شير ليا باش نديه معاه، ندي معايا، وقفت ليه زيجو معايا في الطريق، وكان غادي نفس الطراجي تقريبا ديالي. وصلت عند واحد الطاكسي تغال كان غادي يزيد طالع تيطمن الليل، وشي وحدين بداو كيقول لي لا ما خصكش ديرها، وهادي زعما كون كان شفار وهاديك كنت غتحصل معاه. والصراحة أنا تا هزيتو عاد باش بداو كيدخلو معايا مطارق. كنقول وتخيل دابا جبد عليا شي كطورزة ولا شي لعيبة. هي الصراحة في كازا تكون يكون خضر قاع ديالك وترد البال مع راسك، يقدر يكون شي بروفيسيونال جي من جهة أخرى. ايوا صافي، شي حدين قالوا لي لا، شي حدين قالوا لي لا عادي تهز بنادم معاك في الطريق وهادي وهادي. المهم بغيت الاراء ديالكم الخوت، خليو لنا في الكومنت تماك الا كنتي شنو غدير، زعما واش تهز شي واحد في وقت الفطور بحال ما هكا اون بان، حيت تقدر تطيح اون بان براسك. الناس اللي عارفين كازا غيعرفوا بان طلع دي حي عادي لهادي. راه خاصك مع وقيزة الفطور مع ديك الخمسة الربعة من ثلاثة ونص وقيلا وانت هابط وهي كتعمر المطر كيقولوا طالعين من الفوق. ولكن انا هاد العام هذا عندي الخدمة كنخرج حتى للسبعة، كنفطر في الخدمة، كنبدا في الخدمة ديك 8 دقائق الأولى مع كيأذن دابا مع 52، 8 دقائق الأولى كنفطر تماك في الخدمة، كناكل شي حاجة وكنشد الطريق باش نكمل فطوري في الدار. حسن افطر في الدار، ما كاينش ما احسن منه، احسن عوان دوك الناس اللي خدامين بعاد على ديورهم. فطور ديال العائله الضحك هادي، مره كتكون خصومه ولكن هانيه. في اطار شدان شي شد في شي والفطور وهادي. والله الا عاوتاني يلا شير لي واحد السيد دابا شاتني. قلت اخويا بلاش وليو في شي صداع مالنا عليها، واصلا ما عنديش شي كاسك ماشي مشكل، ما كاينش البوليس ولا قدر الله وقعت شي حاجه غتولي انت المسؤول عليه. ما كتعرفو ما كيعرفك ومركبو بلا كاسك الله يسر. وعاوتاني من هي فيها جوج ديال لي كوطي، عاوتاني فيها الكوطي ديال يولي مكريسي يكون شي لعيبو يكون هز معاه الكطورزة. حبيبة الطويلة قربت للدار انا، وغادي شي خمس دقائق بحال ما هكاك ان شاء الله. قبيله ضمن الطريق صافي، قلت راه كاينه راسي واحد شي نطلق شحال ما كونسي الطريق خليتها غادا بحال ما هكا. وكنت غادي الله يسر، كنت غنضرب واحد من الموتر كلاكسون مسكين وين قاس لافوت فيه الصراحه. انا ضمن الطريق قلت راه غادي فيها راسي. ان شاء الله يحيد رمضان ان شاء الله في حلوان، نقاد شي بروغرام ديال شي خرجه تريب شويه في الصيف مع الموتور غيكون زوين، يكون حسان من الشتا. هي الشتا كيكون زوين ولكن ما عندكش الماتيريال وما عندكش ما عنديش حتى الموتور اللي غيضرب لي ديك الطريق في ديك الاجواء زعما ديال الشتا وداك الشيء حتى الاول. هاد الايامات كنشوف شي فيديوهات
في الانستغرام والفيسبوك وحق كذا وما كيوقفوش للناس في باساج بيتون. احنا اخونا احنا وقفنا هذا، انا كنوقف ليهم من غير انك تجيب شي صور على اليمين، يمكنش هو غفل جاي كيجري ولا شي حاجه دونك باغي يدوز ما والو. طريق كامل وانا كنلقى الناس، كنلقى بعد شويه الناس، هنا الزيرو كاطوال وكل شيء باقي كيقصي، كل شيء باقي كياكل. الله الله. المهم الخوش جيسبر، اسمح لي يا اخونا، جيسبر يكون هذا الفيديو القصير عجبكم. وهذه لكتي باقي ما درتيش ابوني، دير اخويا ابوني، لايك، شي كومونتير، شي سؤال، اي حاجه مرحبا. احنا خلينا المره الدوزيه الاولى شي. المهم الخوت تشوس.